السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجذير النباتات في المنزل. أرجو من الله أن تكونوا جميعكم بألف خير وصحة وعافية. موضوعنا لهذا اليوم هو زراعة ورد الصباح من البذور. إذا تذكرون في فيديوهات سابقة قمنا بزراعة ورد الصباح وإكثاره عن طريق العقلة، وأيضا شرحنا في فيديو آخر طريقة كيف أجعل ورد الصباح يزهر عندي بكثافة، وأيضا طريقة استخراج البذور من نفس النبات. هذه هي البذور اللي استخرجتها السنة الماضية، إن شاء الله حقوم بزراعتها الآن معكم خطوة بخطوة. أفضل وقت لزراعتها هي في شهر 3، شهر 4، أيضا في شهر 5. هنا نحضع القليل من التربة. هنا عندي تربة مسمدة ببعض الأسمدة الطبيعية، وأيضا ضفت معها القليل من البرلايت. بإمكاننا زراعة هذه البذور في أصيص واحد، ومن ثم عندما تخرج عندي النبتات بإمكاني نقلها إلى أماكن أخرى لإكثار النبات. يسرني اشتراككم في قناتي الزراعية الثانية، قناة أسرار عالم الزراعة. إن شاء الله أضع لكم رابط القناة في أول تعليق وأثبته. أرجو أن تزوروا القناة وتشتركوا فيها. ننثر البذور بهذا الشكل. نحاول أن ننثرها بشكل متساوي ونضغط على التربة بهذه الطريقة، ثم نضع طبقة خفيفة من التراب، نغطي البذور فقط تغطية خفيفة. كلما كانت التربة خفيفة كلما كانت عملية فصل البادرات بعد الإنبات تكون أسهل. اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات، ذلك بسبب ظروف مريت بها. إن شاء الله تعالى أبدأ أنزل فيديوهات جديدة في الأيام القادمة. فالشكر الجزيل لكل من سأل عني وبعث لي مسجات من المتابعين، الشكر الجزيل لكم. نسقيها بالقليل من الماء بهذه الطريقة. الآن نضعها في مكان تصله إضاءة الشمس لنمو أفضل. بعد 20 يوم تبدأ عندي البذور بالإنبات. طريقة زراعتها جدا سهلة وبسيطة، بإمكاننا أخذ البذور من نفس النبات وإعادة زراعتها في موسم الزراعة. بالنسبة للري نروي النبات عند جفاف سطح التربة، في فترة الحر الشديد ممكن أن نروي صباحا ومساء. بعد 6 أسابيع كبرت عندي النبتة أكثر، بإمكاننا نثر كمية جيدة من البذور في الأصيص الواحد، لأن بعض البذور لا تنبت وبعض البذور تتأخر في الإنبات. الآن نخرج هذه النبتة من التربة، نلاحظ الجذور ممتازة جدا. بهذه المرحلة بإمكاننا نقل هذه البادرات إلى مكان آخر حتى نكاثر النبات، وفي نفس الوقت ما تتزاحم عندنا النبتات في الأصيص الواحد. ومن جمال هذه النبتة زراعتها في الأصص المعلقة، عندما تتدلى هذه النبتة إلى الأسفل وتحمل الأزهار بكثافة يكون منظرها جدا حلو. بعد 10 أسابيع بدأت عندي الأزهار تفتح. من جمال هذا النبات تكون أزهاره متعددة الألوان، منها اللون الزهري، البرتقالي، اللون الأصفر، واللون الأبيض، وألوان أخرى. ونفس الطريقة عندما تكبر عندي النبتة وتنتهي عندنا فترة التزهير أيضا نستخرج البذور، وبإمكاننا زراعتها مرة أخرى في موسم الزراعة. هنا أنا تقريبا عندي كل البذور نبتت عندي، وأيضا فصلت أو زرعت في أصيصين من النوع اللي أعلقهم. هنا أنا عندي الأزهار فتحت بألوان جميلة جدا، هنا اللون البنفسجي واللون البرتقالي والأصفر والأبيض.
ألوان رائعة الجمال. باقي البادرات أيضا وزعتها في حديقة المنزل، وقسم أيضا في أصص أخرى. أرجو أن تجربون طريقة زراعتها في المنزل، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم، وأرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد. أي سؤال أو أي استفسار أرجو كتابته في كومنت، وإن شاء الله راح أجاوبكم بأسرع وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.